وطن منحازون للحقيقة. بعاني من مرض ضمور عضلات يعني تايب 3. طبعا نشدت له علاج هذا المرض، يعني علاج جديد هذا الشيء، ونشدت سياسة الرئيس وفخامة الرئيس محمود عباس، وكل الاحترام والتقدير والشكر له. وقع لي على المناشدة من أول ما شاف المناشدة، وقع لي عليها وأوعز سيادته إلى وزير الصحة بتنفيذ الأمر وعمل اللازم يعني لعلاجي. بكتشف أنا بعد شهر شهرين ما حداش صل علي يعني، وما حداش توصل معي. طلعت على وزارة الصحة بتفرج إنه التقرير مكتوب فيه مدى الحياة الإبر، كل شهر إبر مدى الحياة، مع العلم إنه الإبر يعني الإبر مكلفات يعني سعرهم غالي عشان هيك. بس انا تقريري كان مكتوب انه بس 6 ابر، وكان موجود في وزاره الصحه انه انا بدي 6 ابر. كيف تحولت من 6 ابر لمدى الحياه؟ هذا يعني الله اعلم فيه. وانا يعني بتمنى انه سياده الرئيس تشوف هذا يعني الشيء ويسمعنا ويجي علينا، يعني نحكي له انه كيف انت بتحكي انا بدي 6 ابر، كيف صار ان مدى الحياه؟ هذا انسان حقه في الحياه زيه زي اي انسان اخر، واحنا بنتحمل الظلم، بنتحمل الاحتلال، ومتحملين الضغط اللي بصير عندنا من قبل الاحتلال. ونتمنى من وزير الصحة جواد عواد انه يوافق على طلب شديد وينظر له في العلاج. وطن منحازون للحقيقة.